السلام عليكم اخوتي، يعني كلشي مزيان، نتمنى كلشي يكون بخير وعلى خير كيفما ديما الخوت. ان شاء الله غبرنا لكم مدة 10 ايام هذه، ولا في 12 يوم، ما بين 12 يوم 10 ايام. خوت راك عارف راه الصيف هذا بنادم كيخرج ثاني كيفوج وهذاك الشيء، هذا كيهرس الروتين وهذا الشيء مع الخوت. المهم ان شاء الله غادي ندير لكم ان شاء الله فيديو جديد، يعني فيديو جديد فيه ان شاء الله الزغاليل، اللهم بارك كلشي ناض. المهم نطولش عليكم، يلاه معايا غادي نوريكم الزغاليل الخوت الجديد اللي كاين عندي هنا ديال المنتوج، كلهم غتشوفوها الخوت. اللهم بارك راكي نولي الضو من بعد تغبر الخوت، راك عارف يا الخوت بنادم كيبغي غير الروتين كيمشي يدور شويه. المهم ان شاء الله تعلى فيديو جديد بحال هذا. دابا غنقول لكم سميتو باش غنبداو دابا غنبداو ان شاء الله بهاد الاولاد ديال الصينيين ان شاء الله، هما راه كبروا، هما اللهم بارك راه كبروا ديال الصينيين اللي كانت مكبره مطوشيه هنايا. وعندك الزويجه الخوت البيضاء الثاني اللي كانت كبرات هي ولد ديال العنبر اللي في الطوف، الزويجه ديال اللي في الطوف البارح الخوت راه طلقتو، راه دخل من سبوتنيك الراس هاد القهوي هدا، هاد الورايدي هدا. المهم نتوا الخوت هاد الوزغية هادي طاحت ليا تاني، هاد كوبات ليا مع الدكالكري ديالنا، هاو غادي نشوفو غادي يخرج وتابع البيض وقيلا كاع، هاو الخوت خرج وتابع البيض. أولا تابع الخوت على البيض تجاوز بها، المهم هادي جويجه كملات عندنا. ومع التأسف الخوت دكا الجراني بيد الراس راه مات ليا، ملي الدار قالو ليا راه مات كان مريض، كتلفتو ليا في التصاور قلت ليهم هذا عندو شي حاجه بزاف. الغد ليا الخوت مات، ضرب شي تقريبا نهار ونص ومات، خلى الولاد هو ولدو خلى لي هذا، خلى لي هذا الخوت راه باقا كتوكل امهم، هذا هو اللي قلنا تباقى او كما لاحظتوا معايا، هذا هو اللي قلنا تباقى، والاخر هو اللي كان لاح الباق، هذا طلع بشي محروق والدراني ديال الراس اللي تبع معايا راه عارفو كان نافخ. مات الخوت ولا مراد ومات، خلى لي هاد الوليدات هادو. المهم ان شاء الله غنوريكم دابا الجديد، غادي نطلعو غادي نطلعو ان شاء الله شنو فين تجمع الخوت ان شاء الله. دابا نحيدو الحمام من هنا من الخلاف، الخوت راه دخلاتين، أنا دخلات الراس هادا مشكلة فرافية، دخلات الراس هادا. إن شاء الله غادي نوريكم تحت كاين هاد وليدات الخوت هذا، واش شي بانوا ليكم ولا مهم؟ نحطهم هنا وليدات هادو. كاينين وليدات خرين غنوريهم ليكم الخوت، هادو راه ولاد الجراني، طلع واحد هذا بحال قلتي قهوي قفيه ولا كلو، طلع هذا طوبي
واحد الدفلي كاع تتهز وغنهزهم نردهم بلاصتهم باش نوريكم بيس اخرين اما المجلس اللي حيدناهم هنا الخوت هنا عندنا الزراني تبان لينا ولاد ديال الطوشي هاد وليدات ديال الطوشي هذا الخوت جوج ملاضين هادو ديال الطوشي الخوت ها يمهم هي هادي هاد الولاد ولكن حنا عاطينهم لهاد الزراني هذا المهم الخوت وليدات ديال الطوشي كما قلت لكم هادو وليدات ديال الطوشي طلعوا قرات بجوج هما الخوت اللهم بارك تما ناضين هذا وين مكبر هذا الخوت ودابا الخوت نتاع الله باش نديكم السلعه الراضيه الزويجه اللي عندي في الطوف اللي ندير في الطوف ديال الباج ديال اليوتيوب هاهي خرجت لي واحد الكوليس جراني وهذا الخوت من النوع الرفيع الخوت اللهم بارك السلعه كي دايره شوف السلعة كي دايرة الترجيلة كي دايرة باقي صغير ديك رفيطر وهي على الوقفة وشوفة اللهم بارك هذا باقي زغلول صغير وراه كتبو فيه تبارك الله هذا رواد اخوه اخوه المهم دابا غادي نردو بلاصتو الجويزه ديالو زي انا باغي تغير هادو تما غنردهم الخوت بلاصتهم دابا هادو تما غنردهم بلاصتهم هنا الجديد هنا اي ولا باغي يطلع طالب بوه يا طالب بوه ابغي طنباقي هادو ان شاء الله ان شاء الله فيهم مزيان باش يشوفو كيفو الدم ديالهم هاهما قربو ولاو ياكلو المهم اخوت هادو ان شاء الله والفيديو ديالنا وريناكم الحميمات تقريبا شحال من زويجه قلنا الطوسية يا ربي كنا غنساو هادي غتكون فرخات اللهم بارك فرخات الخوت كما راه شفتو معنا هاهي راه فرخات الخوت جوج وليدات ندورو لهاد الولدات هنا فرخات الخوت اللهم بارك عندها جوج ديال الخينيات لي تاني عندنا ان شاء الله دابا هذه مبيضه وعندنا الطوسيه مفرخه وعندنا الزراني مفرخ ليا بيض ديال الطوسيه والطوسيه مفرخه ليا بيض ديال الخينيسي عندنا هنايا جويجه ديال الفواياجور الطوبي وقرطاسيه هنايا مفرخه ليا جوج بيضات ديال غاديطانو عندنا هنا جوج وليدات ديال فياجور مع دكار فياجور مع نتوما ديال العنبر عندنا هنايا جويده اللي عندنا في الطوف هنا مفرخة ليا واحد عندنا هنايا جويده يلا تكون بات ليا دكار الصوصالي ديالنا اللي معروف النتوى هادي كبيرة وليد كوبا معاها عندنا هنايا الخوت ان شاء الله هنا كاين عندنا هاد الدفليه هاد الدفليه هادوك تما راه كوبل هذه بيضه ان شاء الله في كينه الطوشيه
نلقي شنو نحط لها القاتل المقبول، وان شاء الله ميعادنا ان شاء الله فيديو جديد مثل هذا. راه مره نروح ان شاء الله فيديوهات، فيديو جاي ان شاء الله غادي نديرو يكون فيه تاول جديد، ويكون فيه ان شاء الله خرج لكم حميمات على برا. هذا هو اللي كاين الخوش، الوينات اللي عجبتني علينا هما الوينات هما هذا الجراني قرطاسي طوسي انا يا بار. المهم الخوت ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد كما العاده. يلا الله يعطيكم.